نعم نعم هدي ترقص لك الليلة ماسك المزمار يلي دخلت الجنينة ما تقولي ايه وصفة الرمان ووصفة السبيل اللي عليه ست الكريمة بتسقي المورينين يا بوي بتسقي المريدين بيديها من غير كيزان ووصفة الحكومة صفا 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 نحن أهل الصفا وجدنا المصطفى ووصفة الحكومة اللي بتفتش عالقلب الفاضي والمليان يبقى من برا مزوج من جوا كما الدخان ووصفة الولد اللي شرب من 99 بحر لما سألوه قال أنا لسه عشطان ووصفة الحنفيات اللي بتختروان ووصفة المشمش المشمش الحموي اللي على العيدان يلي دخلت من السنة النبي قلي 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 يا ود قلي ايه وصفة الرمان والله تستاهل المرتبة اللي انت فيها شيخ عشان هي صفا والعملية عملية حب وانا قلت لك زمان العملية مش حيل سكن التوحيد في القلب تحركت له جميع الاغصان وساكن القلب اكلمه كلمه يكلمني على كل انسان حل حل يا ريس ده السيده زينب كتب الطلب سيدنا الحسين استأنف المكتوب يا جد الشيخ نصير يا صاحب الفرح يا سيد ابو القاسم عمي يا قحطاوي يا ابو الهوى هات الدواء يا ابو الكذا عم الشيخ رشاد الليله الختاميه بكره لفرح سيد ابو القاسم ومدد يا عم يا قحطاوي جميل يا شيخ يا ولد الشيخ يا منشد القنوات الفضائيه والأولى المصرية وقناة المليع ومدد يا رب بين السر والنور دندن الخمار الحب
حبي في اللبي ولا اللبي لولو بقى اللي تلا الجلال امتلى بالنور والنور عليه انت من البلا خليان